مشاهدينا، ولمناقشة مأساة عشرات العائلات النازحة التي تم طردها من مخيم آشتي في السليمانية من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وما هو مصيرهم اليوم، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. كما سمعت دكتورة في التقرير وفي الأخبار التي تناولناها، وزارة الهجرة والمهجرين تطرد عشرات النازحين من مخيم آشتي في السليمانية. بداية، من المبرر القانوني والإنساني لطرد هذه الأعداد في إجراء تصفه منظمات حقوقية بأنه إجراء تعسفي؟ يعني لا توجد أي مبررات قانونية أو إنسانية للتعامل بهذه الطريقة مع النازحين. يعني طردهم بهذا الشكل من مخيم آشتي، هذا يعني إجبارهم، وبالتالي هي عودة قسرية للنازحين، وما يترتب على ذلك هو أنهم سوف تكون هناك أخطار سوف تتعرض لها حياة هؤلاء النازحين، خاصة وأن بينهم أطفال وبينهم نساء وبينهم أناس ضعفاء مرضى أو كبار بالسن، وهؤلاء يحتاجون إلى يعني رعاية خاصة ومراعاة لظروفهم، فكيف يتم طردهم وتشريدهم بمثل هذا الشكل، خاصة أنهم لا يستطيعون حتى العودة إلى مناطقهم، والميليشيات منعتهم حتى من الدخول وحتى نصب خيم من أجل أن يعني يحتموا فيها تحتها من حر، خاصة حر الصيف في العراق، ولا توجد هناك أي يعني مقومات لاستمرارهم بالحياة كالغذاء أو الماء، وتشريدهم بهذه الطريقة على قارعة الطريق. أين لا توجد حقيقة أي مبرر قانوني. طيب دكتورة، هنا أريد أن أسأل، على ما استندت الوزارة في يعني اتخاذ قرار التهجير؟ يعني لا توجد بدائل ولا توجد حتى مسوغات قانونية، كيف يتم الدفع بهذه الأعداد إلى مناطق أخرى وإغلاق مخيمات وبالتالي حتى منعهم من العودة إلى مناطقهم؟ إلى أين يذهبون وهم في منتصف الطريق؟ الحقيقة ليست لديها أي مبررات وزارة الهجرة والمهجرين وحتى الحكومة العراقية. يعني ما قامت به هو أنها فقط تفكر بأنها تريد أن تقلل من أعداد النازحين، لأن هناك التزامات لديها تجاه يعني العالم بأن عليها إغلاق مخيمات النزوح بأقصى وقت ممكن، ولكن في الجهة المقابلة لا يوجد هناك مكان آمن تذهب إليه هذه العوائل، ليست لم يتم إعمار منازلهم، يعني هذا إذا تمكنوا من الدخول إلى مناطقهم. نعرف جيدا أن هناك الكثير من المناطق التي يمنع عودة النازحين إليها منعا باتا نتيجة سيطرة الميليشيات ونتيجة يعني أهداف لهذه الميليشيات والأحزاب الحالية في السلطة. إذا يعني ما قامت به وزارة الهجرة والمهجرين الحقيقة هو تعريض حياة هؤلاء المواطنين الذين هم مواطنون عراقيون، حالهم حال أي مواطن آخر من أفراد الشعب العراقي، تعرض حياتهم للخطر دون أن يكون لديها أي مخطط أو أي يعني طريقة وسيلة للمساعدين. بعد كل المناشدات وبعد كل مطالبات المنظمات الإنسانية والحقوقية بعدم إغلاق مخيمات النزوح، ولكن اتخذ القرار وبدأت الحكومة بإخراج أو الوزارة بإخراج النازحين، ما هو مصيرهم؟ ما الذي يراد لهم أن يذهبوا إليه؟ كيف يفعلون؟ نعم، يعني في الحقيقة المصير يعني مجهول. يعني كيف يمكن أن يعني أن يعني تخرج الشخص، ولو أن تكون هذه كرفانات أو مخيمات، ولكن على الأقل معروف أين هم، معروف يعني برغم قسوة الظروف وبرغم الانتهاكات التي تعرضوا لها، ولكن مع هذا يمكن أن يحصلوا على مساعدات، ممكن أن تصل إليهم بعض أيادي التي تساعد المحتاجين، بعض المنظمات على قلتها التي ممكن أن تصل إليهم بالمساعدات، ولكن أن يتم طردهم بهذه الطريقة ودفعهم نحو
مصير لا يعرف، فهذا يعني أنه دفع قضاء على حياتهم، ارتكاب جريمة ضدهم، يعني منعهم من الحق في الحياة، خاصة وأنهم الآن في العراء بهذه الطريقة. لا يعرف ما هي يعني حجم الأخطار التي يعني نتوقع أن يتعرضوا لها، حتى من تعامل ممكن أن يكون تعامل عنيف من قبل الميليشيات، من قبل الظروف التي نعم. هي في هذه المناطق. نعم. هناك دكتورة قضية خطيرة أيضا أشرت إليها حاليا، وهي أنهم كانوا في منطقة جغرافية معروفون، ربما تصلهم بعض المساعدات، ولكن على الأقل هناك تسجيل أولي لأسماء النازحين الموجودين في هذه المخيمات. اليوم العديد منهم يفتقد إلى الأوراق الثبوتية، وإذا كانت هذه الأعداد تفتقد للأوراق الثبوتية وأنه عراقي بين قوسين، وإذا أخرج أين يذهب؟ كيف يثبت أنه عراقي وخرج من مخيم؟ يعني ما يتبقى لهم هو فقط يعني ما هو مسجل في لدى الأمم المتحدة باعتبارهم يعني مهجرين، ولديهم بطاقات ولديهم إثباتات دخول وخروج من المخيمات. هذه هي فقط هي الإثبات الوحيد. أما الحكومة العراقية فقد منعت الكثير من العوائل من الحصول على الأوراق الثبوتية، نتيجة أنهم يعني تصفهم الحكومة بأنهم إرهابيون، وهم لا ذنب لهم إلا لأن أحد ذويهم أو أحد فقط قام ب يعني بإيصال أحد أفراد تنظيم الدولة في سيارته. يعني هذا يعتبر بالنسبة لديهم جريمة كبيرة إن ويحاسب كانت هذه عليها. المعلومة صحيحة ومثبتة والكثير منها كيدية. طيب هنا أيضا دكتورة، إذا كان الجيش يستطيع أن يمنع النازحين من أن ينصبوا خيامهم في منطقة معينة في الطريق، يعني بذريعة تطبيق القانون، لماذا لا يتحرك هذا الجيش لتطبيق القانون على الميليشيات التي منعت النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية؟ لا سلطة للدولة على الميليشيات، هذه هي معروفة في العراق. الميليشيات الآن هي التي تسيطر على الدولة، وهي التي تسير الدولة بالطريقة التي ترغب بها. وإلا كما تفضلت، لماذا هذا التعامل بهذه الطريقة؟ وهو في الحقيقة ازدواجية في التعامل بالنسبة للحكومة، ازدواجية المعايير. على الضعفاء يتم تطبيق القانون، وعلى الأقوياء والذين يحملون السلاح والذين يتنفذون ويمارسون أبشع أنواع الانتهاكات ضد العراقيين هم خارج نطاق القانون، ولديهم الحق في الإفلات من العقاب، رغم أن هذا ليس في الحقيقة بالحق، ولكن هو انتهاك صريح للقانون. هذا هو في الحقيقة الوضع في العراق. لا توجد هناك دولة تمارس جميع يعني سلطاتها بطريقه صحيحه. هناك يعني ميليشيات منفلته تسيطر على مفاصل الدوله، تحاول ارهاب الشعب العراقي بكافه الطرق وباستخدام القوه والسلاح والتسلط على رقاب الشعب العراقي. وبالتالي هي ايضا مسنوده من، لا ننسى ذلك، انها مسنوده من دول خارج العراق، ايران وامريكا تساند بصوره علنيه هذه الميليشيات. نعم. ومساندة مادية ومعنوية، وثبت عن طريق الكثير من ذلك، من يعني من كثير من المصادر التي أثبتت هذا نعم. الموضوع. طبعا. ولذلك هذه الميليشيات تفعل ما تحب، ولا يوجد للحكومة سيطرة عليها. طيب هنا نعم. دكتورة، حتى اللحظة تقدم وزارة الهجرة والمهجرين أعداد قليلة جدا عن النازحين المتبقين في حالة نزوح مزمنة ومستمرة في العراق. بالمقابل منظمة الهجرة الدولية تؤكد وجود 1,200,000 نازح ومهجر عراقي حتى هذه اللحظة. لماذا تقدم وزارة الهجرة أعداد مغلوطة، وبالوقت الذي هذه الأعداد 1,200,000 ربما تمثل أعداد دول مجاورة للعراق؟ نعم بالتأكيد، لأن لديها أغراض، مع الأسف الشديد، أغراض غير أخلاقية. لا ننسى أن هذه الوزارة حالها حال وزارات الأخرى في العراق، الفساد متفشي فيها، وتقديم مثل هذه الأرقام بهذه الطريقة والمغلوطة. الحقيقة هناك هدفين من هذا الموضوع. أولا إظهار الصورة أمام العالم أن العراق يعني يستطيع إغلاق هذه المخيمات ويضمن عودة النازحين إلى
أماكنهم بسلام، وهذه في الحقيقة مجرد دعاية فارغة، ولا يوجد أمان ولا يوجد نازحين، رجعوا إلى مناطقهم ولم يتم يعني أي انتهاك ضدهم. والسبيل الثاني الذي عن طريقه تقوم ميليشيات يعني بهذه الأرقام المغلوطة، هو ايضا انها يعني لا ننسى انها يعني هناك يعني مساعدات تصلها، وبالتالي هذه يعني وجه من اوجه الفساد، انه المساعدات يتم مصادرتها ويتم تقاسمها، واموال النازحين تذهب الى جيوب الفاسدين دون ان يصلهم حتى المبلغ يعني يساعدهم ويعني يساندهم في هذه الظروف الصعبه التي يعيشونها. اسمحي لي في سؤال في نصف دقيقه، لماذا لا يتحرك الممثلون السنه لهؤلاء النازحين للحكومه لايجاد حلول لهم عاجله؟ لأنهم لا يمثلون إلا مصالحهم الشخصية، ولا يمثلون أبناء مناطقهم الذين يعانون يعني الأمرين، ويعرفون جيدا هذه المعاناة، ولكن هم فقط يستخدمون هذه المعاناة كوسيلة للوصول إلى المناصب، ولكن عندما يصلون إلى المناصب ينسون هؤلاء الناس الذين ساندوهم، ولا يلتفتون إليهم ولا يتذكرونهم إلا في المناسبة الانتخابية القادمة. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن، شكرا لك على هذه المداخلة.